مرحبا بكم في هذه الحلقة. إذا صناعة الدواء في هذه الحلقة زنسينيت، صناعة الدواء زنسينيت كنا قد صنعناه من قبل، هذا الإصدار رقم 2، الطريقة رقم 2، يعني زنس زنك زن زد اي ان سي من كلمة زنك، وسينيت من كلمة جلايسينيت. إذا هو زنك جلايسينيت. إذا هو ما هو زنسينيت؟ إذا هو عبارة عن زنك جلايسينيت، ويسمى أيضا زنك بيس جلايسينيت، ويسمى أيضا زنك جلايسين تشيليت. إذا صيغته الكيميائية زد ان افتح قوس ان اتش 2 سي اتش 2 سي او او اغلق القوس 2. إذا هو 2 موتي للحمض الأمين جلايسين، أو 2 جزيئين من الجلايسين مشتركتان في زنك واحدة زد ان 2 زائد. إذا والذي هو عبارة عن جلايسينات أو غلايسينات زنك، يعني هو زنك مخلبي على الحمض الأميني جلايسين أو الجلايسين، الذي نستخدمه هذا زنسينيت في علاج ووقاية الأغنام من نقص الزنك. أول شيء نفعل 5.42 غرام تقريبا 6 غرامات زنك أوكسايد، هذا هو الزنك أوكسايد على شكل مسحوق أبيض، زنك أوكسايد زائد 4.85 غرام هيدروجين كلورايد، هذا هو الهيدروجين كلورايد أو يسمى أيضا الهيدروكلوريك أسيد، 33.08% وزن على حجم، فيعطيني 9.077 غرام زنك كلورايد زائد 1.19 غرام ماء كناتج ثانوي. ثم هذا 9.07 زنك كلورايد أفاعلها مع 10 غرامات جلايسين، هذا هو الجلايسين على شكل مسحوق أبيض على شكل بلورات بيضاء، الحمض الأميني جلايسين 100% جلايسين هذا، فيعطيني 14.22 غرام زنك جلايسينيت زائد 4.85 غرام هيدروجين كلورايد كناتج ثانوي. هذا 4.85 غرام هيدروجين كلورايد نحولها الى المليلتر. طبعا انا محلول الهيدروجين كلورايد الذي لدي هو 33.08% وزن على حجم، اذا كل 100 مليلتر يقابلها 33.08 غرام، و 4.85 غرام يقابلها المجهول اكس، اكس يساوي 4.85 ضرب 100 تقسيم 33.08 غرام، اجد اكس يساوي 14.66 مليلتر. اذا اول شيء سوف اخذ 14.66 مللتر تقريبا 15 مللتر من هذا المحلول هيدروجين كلورايد بتركيز 33.08% وافعلها مع 6 غرامات تقريبا زنك اوكسايد. اول شيء نبدا بوزن 6 غرامات زنك اوكسايد. اذا هذه 6 غرامات زنك اوكسايد، كما قلنا الزنك اوكسايد هو لونه ابيض مسحوق ابيض، ندخلها داخل هذا القاروره ونضيف لها مثلا 20 الى 30 مللتر من الماء، فنتحصل على الزنك هيدروكسيد. اذا هذا هو الزنك، لما يتفاعل لما يتواجد الزنك اوكسيد مع الماء يعطينا الزنك هيدروكسيد، ولكن المعادله هي يعني التفاعل هو نفسه. طبعا الان باستخدام هذا الفنجان البلاستيكي المدرج نسحب تقريبا 15 مللتر من هذا المحلول الهيدروجين كلورايد. الآن نضيف هذا 15 مللتر محلول هيدروجين كلورايد بتركيز 33.08 إلى الزنك هيدروكسيد، فيعطيني 9.07 غرام زنك كلورايد. طبعا الزنك كلورايد لا لون له، لا لون له، العملية هي إكزوثيرميك، تفاعل قاعدة مع حمض يعطينا ملح زائد ماء. إذا هذا هو محلول زنك كلورايد، الآن هو جاهز حتى أفاعله مع 10 غرامات جلايسين. الآن نزين 10 غرامات جلايسين. الآن هذه 10 غرامات جلايسين، كما قلنا الجلايسين هو مسحوق أبيض باللورات بيضاء، ندخلها إلى هذا القارورة بواسطة هذا القمح.
الآن نخلط جيدا حتى تذوب هذه الجلايسين وتتفاعل مع الزنك كلورايد مشكلة زنك جلايسينيت أساس الدواء زنسينيت. الآن انتهى تصنيع الدواء زنسينيت، علمنا هذا القارورة. إذن هذا هو الزنك جلايسينيت، لا لون له، محلول لا لون له. إذن زنك جلايسينيت، إذن صيغته الكيميائية كما هو مكتوب كما قلنا. إذن هذه الكمية من هذا الحجم من الماء منحل فيه 14.22 غرام زنك جلايسينيت، ويسمى أيضا زنك بيس جلايسينيت أو زنك جلايسين تشيليت. إذن هذا كان فيما يخص تصنيع الدواء زنسينيت الذي نستخدمه لوقاية وعلاج الأغنام من نقص الزنك. إلى اللقاء.